بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، انطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط التاسع للحقائق الابكار بشعارات يا اصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. انطلقت هذه الشعارات وانطلقت هذه الاسماء التي تبحث عن الفوز وعن الناموس وعن السيارة التي تنتظر واحدا من بين هذه الأسماء في هذا المهرجان، مهرجان أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. الأحمية من تنطلق في هذه اللحظات لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني يتقدم في التضمير. حمد المري الله يا سلام يقدمها وينطلق المركز الثاني. أتابع أيضا هذه القادمة وهذه المنطلقة من تنطلق هنا في لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم عبد الله بن نايف الهاجري يقدم فيلنا في هذه اللحظات المركز الثالث. القادم عوايد لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني، ولكن رابع المراكز وصلت في هذه اللحظات وانطلقت الهية لهجن الشحنية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الله يا سلام. وخامس التحديات وصلت تبوك لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد بن سالم من يقدمها، ولكن نعود بعد النداء للخمس المراكز الأولى المتقدمين والباحثين عن الفوز وعن السيارة الله التي تنتظر. الله يا المقدمة، الله يا الصدارة، يا الانطلاق، الحمية الحمية سعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني. الله الله حمد المري، حمد المري في التضمير. ولكن مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في سمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم يا ابو يا سلام. اذا مشاهدينا الكرام ندخل اجواء الكيلو الاخير والسيارة تنتظر، ولكن وصلت في هذه اللحظات سحاب لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. وصل في هذه اللحظات. الناموس وين؟ السيارة وين؟ من سيظفر باللقب ومن سيظفر بالسيارة؟ وصلت ايضا، وصلت معاني للشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن برقان المقارح. ولكن وين الفوز والناموس والانتصار؟ المقدمة سحاب هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. العطية روح ولكن من الجانب الآخر وصلت مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. يا بوي الله 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 47 رقمة ولا يتواجد في هذا الكشف المركز الثاني. وصلت سحاب الهجن الشحني محمد خالد العطية المركز الثالث. وصلت مشاهدينا الكرام حرب الهجن الشحنية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الرابع. المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام معاني
لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني المركز الخامس. وصلت مع خامس المراكز الشهنية لهجن الشحنية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي التوقيت الزمني ولحظات المركز الأول. 4 دقائق 14 ثانية 6 أجزاء من الثاني المركز الثاني. المركز الثاني توقيتها الزمني 4 دقائق 15 ثانية و3 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث لهجن الشحنية وصلت توقيتها الزمني 4 دقائق 15 ثانية 7 أجزاء من الثانية. إذن متابعينا الكرام، نهني الفائزة بالمركز الأول الشاهينية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الله الثاني، ونهني سعيد بن بطي بن محمد الحسنى.